بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على برنامج سينكرو. برنامج سينكرو من البرامج القويه جدا اللي بتعمل 4D وال5D للبيم. ال4D اللي هو الزمن، بحيث ان انت تشوف المبنى وهو بيظهر قدامك خطوه خطوه. ال5D اللي هو تقدير التكلفه، بحيث ان انت قبل ما تبدا المشروع تبقى عارف بالظبط المشروع ده هيكلفك كام، الا طبعا لو الدولار ضرب معاك. تمام. طيب انا دلوقتي عايز احمل البرنامج عشان ابدا اشتغل عليه فعلا، فهدخل على الموقع بتاعه سينكرو LTD، او الموقع هتلاقي اسفل الفيديو رابط للموقع، وهتقول له انا محتاج ريكوست تقديمه، فبيطلب منك ان انت تملى بعض البيانات زي الاسم واسم العيله والايميل والفون نمبر والتايتل بتاعك واسم الشركة والموقع بتاع الشركة والمدينة والبلد اللي انت فيها، تقول له صمت، هو بيبعتلك على الايميل بيقول لك انت عايز تحمل البرنامج ده ليه. فبتقول له مثلا دي هعمل بحث علمي، او ان انا محتاجينه في الشغل عندنا، او اي حاجة انت هتكتبها له هيرد عليك بعد كده اذا كان هيبعتلك نسخة ريكوست نسخة ديمو ولا لأ. النسخة بتقعد تقريبا شهر، في خلال الشهر ده كنت انت اتدربت عليه وشفت انت عايز تشتري ولا لا. معرفش اذا كان في موضوع الكراك ولا مش كراكات، يعني اوتوديسك الكراكات بتنزل مع البرنامج عادي. تمام. طيب دلوقتي انا اقول له نرجع للصفحة الرئيسية. تمام. هتلاقي البرمجة اهيت، وفي برامج اللي هي بتدعم زي مثلا اوتوديسك سكتش اب اوريكا ميس بروجكت، دي البرامج اللي بدعمه. ممكن نشوف فيديو سريع كده اللي فكرة البرنامج، هو بيتكلم ان احنا متخصصين في مجال الانشاء، بيوريك البرنامج بيعمل ازاي. ده جدول الزمني، فبتبدأ تاخد بالك اذا كان في حاجة غير منطقية، او في كلاشات موجودة، او في حاجة مش متطابقة مع التواريخ، او انت مثلا حط الارضية على حاجة لسه متعملتش. بحيث ان انت بتقلل المشاكل اللي بتحصل اثناء الموقع، بتقلل عدد ساعات العمل، فبتقلل الحوادث اللي بتحصل اثناء الشغل. الفكرة ببساطة ان انا بربط بين الجدول الزمني وبين الموديل اللي عندي، فبدل ما هو الجدول ثابت لا بيبقى كده الجدول اصبح مجسم معايا. وبتبدأ تحط الإكويبمنت بتاعتك وتخليها تتحرك. هو البرنامج سهل وظريف، مفيهوش مشاكل في التعلم بتاعه. سواء بيعمل الفيديوهات شكلها حلو لو انت عايز تشرح الفريق اللي عمل الخطوات اللي انت تمشي عليها في البناء، او عايز تشرح لصاحب المشروع ايه الخطوات اللي هتمشوا عليها تخلصوا امتى، بيبقى الموضوع اسهل بكتير من لما انت وريته ام اس بروجكت او بروبن فيرا بيبقى مش فاهم حاجة منه. ان شاء الله نبدأ مع بعض نشرح ازاي ندخل الجدول الزمني على المشروع ونشتغل مع بعض.